ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شوف كده السمك، شوف تحفة، سخنة جدا طبعا. ده كله جوه بس بالطريقة دي. في ناس كتير بتخاف تقلل هو المكر، لا يقلب بجد تحفة جدا، ربي يعجبك. تعالوا نشوف بقى احنا قلنا ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا افضل صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض المكرل. انا عملته معاكم قبل كده صينية بطاطس، بس المرة دي احنا هنعمله، وعملته برضه مشوي، بس المرة دي احنا ناس كتير بيخافوا يعملوا قلية، بس انا مش فاهمة ليه. مادام انتي منضفاه كويس اوي، بصي مخليه كده، شايفين يعني؟ بصوا شايفين نعمل ازاي، بصي كده ابيض من هنا ازاي. ده المكرل الاصلي، في مياس بس يا ريت بلاش تجيبي منه، يعني خليكي دايما هاتي المكرل الاصلي بيبقى باين. بس تمسكي السمكه كده تلاقيها شايفه جامده كده، ولونها عامل ازاي، شايفين؟ شايفين ده بتاعها عامل ازاي؟ ده كده المكرل الاصلي. انا بس حبيت اوريكم المكرل اهو، وده المياس، شايفين الفرق بين المكرل؟ شايفين عامل ازاي؟ تحس كده ان هو لبني مزرق، لكن ده المياس، ده مش الاصلي ومش وحش، بس انا بشوف ان ده بيكون احسن بكتير. حبيت بس اقول كل الفرق قبل ما نعمل اي حاجه. دلوقتي بقى انا عملت تتبيله، بس للاسف كنت فاكره اني بصور وطلع ان انا بصورش. ده عباره عن ثوم وكزبره، ثوم وكزبره وشطه وليمون وفلفل احمر وفلفل اخضر بس، والكمون بقى والبهارات السمك اللي انتي تحبي تحطيها. كل اللي انا هعمله ان انا همسك كده السمكية، هنزلها زي ما هي كده، بصوا كلها من بره ومن جوه بتبلها بالمنظر ده كده، هتفرق معاكي جدا في القلية. وكمان هحط لها من الخلطة دي، انا شايلة كمان شوية عشان انا عاملة كمية سمك اساسا، يعني عاملة حوالي بتاع حقل بتاع 24 سمكة عشان صحاب زوجي وكده. هوريكم انا بقلي بطريقة جميلة جدا، وبيبقى شارب بالتتبيلة وتحفة تحفة تحفة. جربوه بالطريقة دي زي ما قلتلكوا. انا هعمل معاكم التتبيلة دي تاني، توم وحطيتهم كلهم في الكبة، توم وفلفل اخضر وفلفل احمر حامي وشطة وملح وليمون وكمون وشوية خل وحبة هريسة شطة وبهارات سمك. وبهارات السمك انا بعملها في البيت وهعملها معاكم برضو. بص السمك بالتتبيلة دي بيبقى تحفة، وكمان لما بتيجي تقليه بتبقى الطبقة اللي انت حطيتيها دي في الزيت بتبقى جميلة جدا يا بنات. كل اللي انا هعمله انا هسيبه في التتبيلة شوية، وهعمل جنبي رز بس كده. انا عملت حلة رز لصحابه، وهعمل حلة لنا احنا في البيت هنا. بعمل الرز برضه بطريقة بسيطة وسهلة خالص. ماشي، هكمل بقى باقي السمك كله وارجع لكم. بصوا بقى حبايبي كده، انا جبت الدقيق اهو، تحط اي شوية دقيق عندك. بعد كده حطيت عليه بقى معلقة بهارات جمبري اللي احنا عملناها مع بعض. مش عندك اعملي اللي هي توم، اعملي بص اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعملي فلفل وكمون وملح وشطة، مش شرط يعني الجمبري لو مش متوفر عندك انت تنشفيه. هقلبه بقى كويس كده في الدقيق. مش هنحط بصل على النار عشان نعمل الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقليه عادي بقى في الزيت. سبحان الله، بقى اكمله كله واقليه وارجع لكم. بصوا بقى حبايبي انا كده هنحط بقى اهو، مبحبهاش حمرا، انا خليتها تستوي بس حبه. وهشوحه جدا كده، هشوحه كويس كده في السمنة بس، وبعد كده هنزل عليه المية كده وبقلي السمك اهو، وهقدم الأكلة مع بعض.
في الفيديو كله هعمل لكم بهارات السمك كلها مع بعض. هفضل امسكه كويس كده اهو، هنستنى عليها ان هي تبقى فيها تفصيلات كتير في البصل بس. واحط دلوقتي المية بقى من الكتل هروح اجيبها لك. حتى بصوا بقى يا حبايبي، انا كده خلاص خلصت قلي. بصوا شكله كده الوردة اللي هي بتجزر بيها، بقول لكم انا بعملها ازاي. بصوا كده شكله تحفة. جربوه مقلي، هيعجبكم اوي. انا عاملة جنبي شوية بدنجان بالدقة. اتمنى تجربوا طريقتي ورز بس ابيض مستوي. اتمنى تجربوا طريقتي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.